السيدة العذراء مريم بن غازة لبارشية بن سويف. واحد بيقول أحد الآباء الكهنة طلب من الشعب أن يصوم لمدة 10 أيام بمناسبة عزمه على نقل المعمودية من مكانها لمكان آخر، فهل يحق لكاهن أن يطلب من الشعب الصوم؟ وهل يحق نقل المعمودية إلى مكان آخر وهذا يلزمه صوم انقطاعي؟ ممكن أن الأب الكاهن يطلب من الشعب أنهم يصوموا، لأي سبب روحي يعني. وعلى فكرة لما الكاهن بيطلب من الشعب أنهم يصوموا بيكون مجرد رغبة، يعني هو لا يرغمهم ولكن بيقول لهم صوموا، اللي عايز يصوم يصوم. هل نقل المعمودية إلى مكان آخر يلزم صوم انقطاعي؟ ما أعرفش إيه هدف الأب من هذا الأمر، جايز يكون في مشاكل يختص بهذا الموضوع. ممكن نقل المعمودية إذا كان وضعها غلط، يعني في بعض الكنائس كانوا حاطين المعمودية في الشرق وده غلط، حتى في الكنيسة المرقسية الكبرى هنا في كلوب بيت كانوا حاطينها في الشرق، فاحنا نقلناها في الجزء البحري الغربي على حسب طقس الكنيسة. بلاش انكم تقعدوا ترقبوا الاباء الكهنة وتصرفاتهم تسألوا عليهم أسئلة، مفيش داعي. سؤال: ما هي قوانين الوراثة المسيحية؟ الإنجيل لم يضع قانون للوراثة، والقوانين اللي موجودة في الكتب بتاعتنا بتاعت القوانين هي قوانين ملوك وليست قوانين كنيسة. حاليا في مصر كل قوانين الوراثة تتبع الشريعة الإسلامية. واحد بيقول سمعنا عن قداستكم أنكم قد منعتم الأب برسوم الأنبا بيشوي من الخدمة في الكنيسة مارينينا بسلطان الطعمان بسبب خدمته أكثر من 6 سنوات، فهل هذا صحيح؟ لا مش صحيح، ما حصلش الكلام ده أبدا، وأبونا برسوم لا يزال يخدم في مكانه زي ما هو. من ضمن الأسباب ان الكهنة اللي بيخدموا في الكرسي الاورشليمي من الصعب ان احنا نغيره، يعني مثلا في القدس بعت لنيافة الانبا ابراهام اللي بيخدموا في القدس ده لو شلنا الرهبان اللي هناك هيقف الحال في القدس، مش هنلاقي حد يخدم الكنائس. في الشرق العربي في بعضه بنحاول ان نوجد له كهنة متزوجين، وفي البعض لا يصلح الا رهبان. واحد بيقول ايه هو الميرون؟ هو زيت المسحة المقدسة. وزيت الميرون هل هو زيت واحد ام خليط من عدة انواع؟ لا، يشترط في زيت الميرون أن يكون من زيت الزيتون النقي، زيت الزيتون النقي. وأيضا زيت المسحة المقدسة في العهد القديم اللي موجود في سفر الخروج الإصحاح 30 برضو من زيت الزيتون النقي.
ومن كم نوع يتكون زيت الزيتون؟ بس زيت الميرون، بس من زيت الزيتون فقط، مع عطور معينة تضاف إليه. سؤال: نرجو من قداستكم النظر في موضوع المراوح أو أي وسيلة أخرى ترحمنا من الحرارة الشديدة أثناء العزل. معلش يا ابني، كل ما تحتمل كل ما تاخد أجر أكتر، لكن لما تيجي تقعد في متعة في كنيسة مكندشة اير كونديشن يعني، يبقى ايه الاجر اللي انت هتاخده؟ واحد بيقول قرأنا لأحد الآباء الاسم يعني في جريدة وطن أنه تم عمل عقد الزواج بين سيدتنا كلية الطهر العذراء مريم القديس يوسف النجار. هي خطوبة، بس الخطوبة عندهم كانوا يسموها أنه ده رجله، لكن هي خطوبة. فهل كانت السيدة العذراء مخطوبة حين بشرها الملاك؟ كانت مخطوبة. أم كانت متزوجة؟ كانت مخطوبة، بس يعني الحاجات دي في الشريعة اليهودية بيعتبروها في مرتبة الزواج، لكن هي خطوبة. يعني علشان اريحك هقول لك ما ورد في انجيل معلمنا لوقا الانجيلي اصحاح 1:26-27: وفي الشهر السادس ارسل جبرائيل الملاك من الله إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داوود اسمه يوسف، واسم العذراء مريم. لوقا 1:26-27. بس عشان نريح، واحد بيقول أريد أن أعرف أحدث معلومات عن القناة الفضائية ساد 7. هل بدأت الإرسال؟ ساد 7 بدأت الإرسال؟ نيافة الأنبا مرقس بيقول هي بترسل من زمان، بس إحنا مش أعضاء فيها. السبب إنه سيطر عليها البروتستانت حتى في مصر، ولم يكن هذا هو الاتفاق بيننا. واحد بيقول طلبت من الله بإلحاح كثير أن يخلصني من خطية معينة تتعبني جدا، فلماذا لم يخلصني منها رغم أني صليت كثير بإلحاح؟ جاي صليت ولكن تركت نفسك في مجال الخطية وفي مجال الضعف. يعني يوسف الصديق هرب، فأنت مفروض تهرب، لكن ما تقولش صليت وفضلت محلك. لازم تصلي وتعمل عمل انك تهرب من كل الأسباب التي تأتي منها الخطية.
السؤال أين كان أقنوم الابن قبل أن يتجسد السيد المسيح ويولد من عذراء مريم؟ كان أقنوم الابن يملأ الكون كله وثابتا في الآب، وبعد التجسد أيضا ظل يملأ الكون كله وثابتا في الآب. واحد بيقول إذا كانت العذراء والدة الإله فهل العذراء خالقة أم مخلوقة؟ طبعا مخلوقة، لكن هي لم تخلق الابن. وهل العذراء هي أم الجسد أم أم اللاهوت؟ طبعا أم الإنسان يسوع المسيح المتحد باللاهوت، لكن هي ليست مصدر اللاهوت، إنما اللاهوت حل فيها أثناء التجسد واتحد بالإب. واحد يقول قرأت كتاب قداستكم تأملات في القيامة، وكتاب لماذا القيامة؟ وما زال هذا السؤال أرجو له إجابة من فم قداستكم، وهو لماذا قام المسيح من الأموات؟ يبقى أنت ما قريتش كويس، لأن الإجابة على السؤال ده موجود في الكتاب. وهل كان ممكن أن يتم خلاص الإنسان وفدائه من الخطايا بدون قيامة المسيح؟ ولماذا بدون قيامة المسيح يكون باطل إيماننا ونكون في خطايانا؟ قام المسيح من الأموات للسببين. أول سبب لكي يثبت انتصاره على الموت، فلو ما كانش قام يبقى الموت انتصر عليه على طول، لكن لما هو يقوم يبقى هو انتصر على الموت. ثانيا قام ليثبت لاهوته، لأن لما يقوم دون أي أحد يقيمه يبقى دي تثبت لاهوته، أنه قام بقوة لاهوته، لأن كل الذين قاموا من الأموات من قبل أقيموا بواسطة غيرهم، إما إيليا النبي أقام واحد، أو إليشع النبي أقام، أو المسيح أقام ثلاث أشخاص ذكروا، أو بولس الرسول أقام واحد، أو بطرس الرسول أقام واحد، لكن لم يحدث إطلاقا أن شخص قام من نفسه دون أن يقيمه أحد. فكون أن المسيح يقوم من نفسه ده دليل على لاهوته. يبقى حاجتين لكي ينتصر على الموت، وثانيا لكي يثبت لاهوته، وكمان لكي يتحقق ما ذكره في انجيل يوحنا اصحاح 10 حينما قال اضع نفسي لاخذها ايضا، ليس احد ياخذها مني بل اضعها من ذاتي، لي سلطان ان اضعها ولي سلطان ان اخذها ايضا. فلو كان مات ولم يقم يبقى كاي انسان عادي قهره الموت ولم يستطع ان ينتصر على الموت. فاذا كان انسانا عاديا يبقى ما يقدرش يفدي الناس، ما يقدرش يفدي كل البشرية من آدم إلى آخر الظهور من جميع خطاياه. فالقيامة أثبتت لاهوته وأثبتت انتصاره على الموت.
ولماذا بدون قيامة المسيح يكون باطل إيماننا ونكون في خطايانا؟ لأن بدون قيامته لا يثبت لاهوته، وبالتالي لا يكون الفداء فداء، ولا يكون إيماننا إيمانا. أرجو تكون فهمت الإجابة دي. أنا غالبا هتلاقي الكلام ده يمكن موجود في الكتب، إن ما كانش يبقى نكتبه لكم كإجابة سؤالي. استمعت إلى حديث قداستكم الممتع الشيخ، متشكر على كلام أكثر من مرة، ولكن لي بعض الملاحظات وأرجو أن لا أتجاسر وأتجاوز الحدود. بيقول بخصوص الحديث عن الزبال الذي كان يفتش الزبالة بحثاً عن حنفات من الفول السوداني، فول بقشر، واقترحتم في كتبكم إلقاء أي نوع من الطعام في الزبالة لمثل هؤلاء، مثل برتقالة وما أشبه. إن وضع حباية البرتقال أو غيره في الزبالة يجعلها غير صالحة للاستعمال الآدمي للتلوث الأكيد الذي يصيبه. ده لو حطيت برتقالة مقشرة، لكن لو برتقالة بقشرها لما يزيل القشر هيلاقي اللي جوه نضيف. كما ان اللي بيشتغلوا في الزباله اعتادوا هذا النوع، والتي اكيد ستكون من نصيب الحيوانات مثل الخنازير او الارنب. فلماذا لا تعطي الفطير مباشره مثل هذه الاشياء؟ انا ما قلتش انك لا تعطي البرتقال الا في الزباله، انا بقول من اجل الزبالين اللي بيفرحوا باي حاجة ياخدها تدي له حاجة يفرح بيها، لكن لا مانع انك انت تعطي في اي وقت اخر، بس الزبالين بيفرحوا جدا. ده عندنا بعض الاباء اللي بيخدموا الزبالين موجودين في الاجتماع، علما بان الزبالين اليوم اكثر ثراء مما كانوا عليه في الماضي، فأصبحوا من أصحاب العقارات والعربات التي تنقل الزبالة، وليس عربات الكرو التي تجرها الحمير، ويأخذون من كل شقة مبلغ 3 جنيه شهريا بدلا من 5 قروش أو 25. أنت مبالغ بعض الشيء في هذا الأمر. مش كل الزبالين على هذه الدرجة، في زبالين غلابة، في زبالين المتعهدين بالزبالة هم اللي بيكسبوا مش هم، يعني هم بياخدوا الزبالة وينقضوها، يعملوا لها a kind of classification، يعني الصفيح لوحده، البلاستيك لوحده، الازاز لوحده، القماش لوحده الى اخره، وبعدين بيجي مقاول يشتري منهم بتراب الفلوس، والمقاولين هم اللي يكسبوا والزبالين ما يكسبوش. اما الزبالين اللي يقدروا يصنعوا الزبالة فدول طبعا بيكسبوا. اما حكاية 3 جنيه من كل شقة، ده مشروع كان احد المحافظين عمله لكن لم ينتشر في كل احياء القاهرة. فاكر احد المحافظين قال لي على الموضوع ده من زمان خالص، لكن مش معناها كل الاحياء بهذا الشكل.
يكون انك انت تشيع، لان كل الزبالين اصبحوا اصحاب عقارات، ده كلام مبالغ فيه وغير حقيقي، لان يوجد عشرات الالاف من الزبالين. فهل هم يملكوا عشرات الالاف من العقارات؟ كلام مبالغ فيه. سؤال: هل يمكن ان العشور تعطى عينيا ام ماديا افضل؟ حسب ظروفك. يعني اذا كان ظروفك لا تسمح الا بانك تعطي عينيا، ما فيش مانع. يعني الشحات اللي يجيله في اليوم مثلا 80 رغيف لا يمنع ان يدي منهم 8 ارغفة عشور لشحاتين اخرين، ده اللي عنده. اذا كنت انت عندك محصول وتد منه بطريقة عينية كويس، مفيش مانع. تد ماديا مفيش مانع. نحن لا نقيد امور العشور، كل واحد حسب ظروفه. واحد بيقول: ما هو تأمل قداستكم في هذه الآية كل شيء مستطاع للمؤمن؟ الإيمان عبارة عن قوة جبارة تستطيع أنها تصنع المستحيل في نظر الناس. المسيح بيقول: من كان له إيمان مثل حبة الخردل، ويقول للجبل انتخل ينتخل. الإيمان بالإيمان استطاع بطرس أن يمشي فوق الماء مع المسيح، ولما ضعف إيمانه وقع. بالإيمان موسى شق البحر الأحمر، ولو ضعف إيمانه ما كانش انشق. واحد بيقول: القديس بطرس لما أخطأ وأنكر السيد المسيح، لماذا لم يعترف ويأخذ الحل عن هذه القضية؟ كان هيعترف على مين؟ لرئيس الكهنة. لكن هو بكى بكاء مرا، واعتبر بكاءه نوع من الاعتراف، لأن ما حدش بيبكي غير على حاجة غلط. واحد بيقول: ما رأي قداستكم في الحب الذي آخرته الرباط المقدس أي الزواج؟ ولكن حينما ذهبت هي إلى أب اعترافها لتعترف له بكل ما بيننا، إيه كل ما بينكم ده مش عارف، ثار عليها حينما عرف أن الذي تحبه ليس من مستواها ويسكن في منطقة شعبية وهي تسكن في منطقة ذات مستوى عالي، وكذلك أب اعترف في مستوى عالي، فتمسك بالمستوى العالي أو منطقة أنضف من المنطقة التي يعيش فيها. ما رأي قداستكم في كلام أبونا الذي تمسك بالمنطقة والمستوى العالي ورفض الحب وتمسك بالماديات العالمية؟ وما رأي قداستكم في الحب الذي بيننا؟ لابن مش عارف الذي بينكم يعني الموت. قاستكم اننا تكلمنا في كل الامور المادية وهي تعلم عنا كل شيء، وان مستواي شاق وهي توافق على ذلك، وهذه ليست اسطوانات كما قال لها ابونا قبل ما تحكي له اي شيء في موضوعنا، يقول لها اسطوانات. ها
تنطلق يا سيدنا الصوران. شوف يا ابني، اب الاعتراف ليس هو كل شيء، مفروض انك انت تقابل ابوها، ابوها بالجسد مش الاب الروح، وتشوفه يوافق ولا لا. فافرض ابوها لم يوافق، هل انت هتخطف من عيلتها؟ لازم ابوها يوافق، وان ما كانش موافق يبقى تقدر تصبر شويه لما تشوفها يوافق دلوقتي ولا ما يوافقش. واذا كانت بتحبك، هل هو انفعال مؤقت ولا فعلا هي تشعر ان حياتها لا تكمل الا بك؟ وفي بعض الامثله بتقول اذا دخل الفقر من الباب يخرج الحب من الشباك. طبعا مش كل حب، لكن يعني اذا كنت انت حياتك فقيره، حاول انك تقنع الاب بانك تسعى لرفع مستواك، تسعى لرفع مستواك. ودي تتوقف على البنت ايضا، يعني هل هي قبل هذا المستوى وتقدر تعيش فيه طول عمرها ولا لا. انا من رايي انك تقابل ابوها، ابوها بالجسد. كمان الحب اللي انتوا بتحبوه لبعض، هل هو حب نقي ولا فيه عواطف جسديه؟ برضو ده نقطه. وهل ممكن يتحول لكده ولا لا؟ المسألة مش مجرد سؤال يلقى في اجتماع عام، لكن دي حياة زوجية لابد يكون ليها ارتباطات عائلية، يعني عيلة بترتبط بعيلة أخرى، مش مجرد شخص بيرتبط بواحدة وينفصل انفصال كامل عن العائلتين. واحد بعد بيقول عايز مساعدة مالية، هيفحصوا الحالة بتاعتك وأسرتك. واحد بعد جواب يقول ايه رأيك فيها، جواب مطبوع بالآلة الكاتبة انضاءوا القديسة مريم والدة الإله، زي الحاجات اللي كانوا بيعملوها مع ماري جيرجس. ويقول عليك ان تصلي ثلاث مرات السلام لك يا مريم، وثلاث مرات ابانا الذي، وبشفاعة القديس فلان العجيب الذي من بارونا شمال ايطاليا. وهذا الخطاب وارد من البرازيل ويجب ان يطوف العالم كله، واعمل من هذا الخطاب 24 نسخه وارسلها الى اقربك واصدقائك قبل 8 ايام، ستحدث لك مفاجاه، ولا تعتقد ان الامر مجرد خرافه. فكريستينا وصلها الخطاب، قالت ما فيه، وعملت المطلوب وارسلت النسخ، وبعد 8 ايام كسبت $1,000,000. $1,000,000 يعني 3.5 ملايين تقريبا من الجنيهات المصريه. وارمال فرد وصل اليها الخطاب فمزقته، ده راجل يعني وصل لخطاب فمزقه فساءت ظروفه ثم مات في زلزال. مش معقول العذر مريم اللي ما يكتبش الجواب 24 مرة تخليه يموت في زلزال.
طب افرض بلد ما فيهاش زلازل تبعت له هي زلزال ولا ايه؟ وموظف وصل له خطاب كان ناسياه وبعد 8 ايام فقد وظيفته. العدرا مش من نوع ده شغل اللي بيعملوه الكاثوليك، لكن فيه اساءة للعدرا اذا كان قلبها يكون قاسي لهذه الدرجة ان اللي ما يمدحهاش يقول السلام لك يا مريم يموت في الزلزال ولا يفقد وظيفته. ده كلام مش مظبوط، كلام مش مظبوط. والحب ما يجيش بالتهديد، ما يجيش بالتهديد وما يجيش بالترغيب بهذا الشكل. احنا نحب العذراء مريم ونبني كنائسنا على اسم العذراء ونحتفظ بأيقونة العذراء باستمرار في الجهة البحرية من الهيكل، ونذكرها في القداسات ونذكرها في الشفاعات، ونقول لها سموت يا مريم فوق الشاروبيم وارتفعت يا مريم فوق السرافين. لكن لا نلجأ إلى هذه الخرافات اللي موجودة في هذا الجواب. إذا جالك الجواب ده وضميرك أتعبك وخفت من اللي فيه، فأي كنيسة تروح وتحط شمعة قصاد أيقونة العذراء مريم وتوتة توتة خلصت الحدوتة. بس نتفق خدمة، ونود أن نسمع مع أفهمكم الأسس التي يتم عليها اختيار الدارسين في هذا الاجتماع، متى يتم اختيارهم، من يرشقهم لخدمة، مدة الدراسة، طريقة الاختيار، كيف نبلغهم بحيث لا يغار أو يزعل بقية زملائهم. هل مثلما قال الكتاب اختاروا أنتم أيها الأخوة 7 رجال منكم؟ اعداد القدام تقريبا بيتم من الفصول الكبيرة في مدارس الاحد، وتاخدوا افضل العينات ويروحوا في فصل اعداد قدام ويرشقهم امين الخدمة. واب اعترف امين الخدمة واب اعترفهم الاثنين مع بعض، ومدة الدراسة على حسب نضجهم. ويا ريت تقروا الـ3 كتب اللي انا وضعتها لكم عن الخدمة الروحية والخادم الروحي، لكن هحاول الورقة دي اجيب عليها باستفاضة في المجال. عايز اكلمكم النهارده ان شاء الله عن بعض تأملات روحية في مثل الفريسي والعشار. اول حاجة نعرفها ان مقاييس الله غير مقاييس الناس، بل جايز تكون عكسها تماما. في هذا المثل 2 ذهبوا الى الهيكل، واحد منهم الفريسي انسان مشهور عليه انه مدقق جدا في الشريعة ويضيق على نفسه من اجل تنفيذ الوصية، حسبما قال القديس بولس الرسول: حسب مذهب ديانتنا الابيض كنت فريسيا.
وهو أيضا إنسان محترم، يقول له الناس سيدي سيدي كما ورد في متى 23. وهو إنسان مشهور ويعرف عن نفسه أنه مشهور، وهو أيضا رجل صوم وصلاة ويدفع العشور، وقد صعد إلى الهيكل ليصلي. هذه فكرة الناس عنه. والآخر عشار من طائفة محتقرة من الناس، مشهورة بالظلم والقسوة، ومشهور كل عشار بأنه إنسان خاطئ. ولذلك لما دخل المسيح بيت زكا العشار تذمر الناس وقالوا كيف يذهب ليبيت في بيت رجل خاطئ. دي نظرة الناس عنهم، لكن فكرة ربنا عنهم كانت عكس كده تماما. الاثنين صلوا. صلاة الفريسي كانت صلاة طويلة تبدأ بالشكر، قال فيها أشكرك يا رب إني لست مثل سائر الناس الظالمين الخاطفين الخطاة، ولا مثل هذا العشار، أصوم يومين في الأسبوع وأعشر جميع أموالي. وصلاة العشار كانت جملة واحدة، ارحمني يا رب فإني خاطئ. بالنسبة لربنا لم يكن المقياس هو طول الصلاة، وإنما كان عمق الصلاة وروحانية الصلاة، فهو فاحص القلوب. ولذلك العشار اللي قال جملة واحدة هو الذي خرج مبررا، تماما مثل صلاة اللص اليمين جملة واحدة بس بدا بها وعدا بدخول الفردوس. فالمسألة مش مسألة طول، إنما مسألة عمق وروح. ولما قال العشار ارحمني يا رب فإني خاطي، رحمه الله في الحال فخرج مبررا. بينما نحن نقول يا رب ارحم آلاف المرات ولا ننال ما ناله العشار من رحمة ومن استجابة، نقول يا رب ارحم دون أن نشعر بضعفنا، ودون أن نشعر باحتياجنا إلى الرحمة، ودون أن نتذكر خطايانا ونطلب الرحمة عنها. نقول يا رب ارحم بغير تضرع، بغير توسل، بغير انسحاب. اعجاب الناس بصلاة العشار جعلتهم يكررونها دون الدخول الى روحه. بل قيل في صلاة السائح الروسي انه كان بيصليها 30,000 مرة، يا رب يسوع المسيح ارحمني، وربما 30,000 مرة ما كانتش في عمق المرة الواحدة التي قالها ذلك العشر. المهم
إن صلاة العشر كان أهم ما فيها أنها قيلت بانسحاب قلب كما يقول المزمور: الذبيحة لله هي روح منسحب. فالعشار كانت له الروح المنسحبة أمام الله. نبتدي بالفريسي. الفريسي تكلم عن صومه وصلاته وعشوره وشكره، ولم يذكر شيئا عن خطاياه. يعني العشار قال فإني خاطئ، لكن الفريسي ما جابش كثير الخطاياه. تكلم ليس بانسحاق قلب هذا الفريسي، بل بانتفاخ. فما استفاد شيئا، ما استفاد شيئا من صلاته ولا من شكره ولا من صومه ولا من عشوره، ما استفادش حاجة. على رأي القديس ذهبي الفم لما تعرض لهذا الموضوع قال في هذه القصة: كانت هناك مركبتان يقودهما جوادان. مركبة الفريسي يجرها البر والكبرياء، ومركبة العشار تقودها الخطية مع الانسحاب، وهي التي وصلت. بهذه المناسبة أتذكر أنني منذ أكثر من 40 عاما كتبت في مذكرتي هذه العبارة: عرفت يا رب أن الباطل المنسحب خير من الحق المنتفخ. عرفت يا رب أن الباطل المنسحب خير من الحق المنتفخ، لأنه بانسحاقه يقترب إليك، أما الحق المنتفخ فبانتفاخه يبعد عنك. الصلاة يا إخوتي ليست هي التي توصل إلى الله، إنما روح الصلاة هي التي توصل إلى الله. لأن البعض صلى في متى 7، ربنا يسوع المسيح بيقول: كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم: يا رب باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة. فأقول لهم: ابعدوا عني، لا أعرفكم يا فاعل الاسم. ونفس الكلام قيل في صلاة العذارى الجاهلات في متى 25، قالوا له: يا ربنا يا ربنا افتح لنا. فأجابهن: الحق أقول لكن إني لا أعرفكم. إذن مش الصلاة التي توصل، إنما روح الصلاة، عمق الصلاة، ما في الصلاة من حب، من تواضع، من انسحاب، من إيمان إلى آخره. هذا الفريسي بدأ صلاته بقوله: أشكرك يا رب إني لست مثل سائر الناس.
لم يقل له أشكرك يا رب لأني بنعمتك قد صرت كذا وكذا، إنما قال أشكرك لأني فعلت كذا وكذا. فلم ينسب ما فيه من بر لو كان برا إلى نعمة الله العاملة فيه، إنما نسب هذا إلى عمله هو. أشكرك يا رب إني لست مثل سائر الناس، فجعل نفسه في ناحية وسائر الناس في ناحية أخرى، وكأنه ارتفع فوق مستوى هؤلاء كلهم. أشكرك يا رب إني لست مثل سائر الناس الظالمين الخاطفين الزمن. تتميز صلاته هذه بأن فيها الفخر، فيها كلمة أنا، وفيها إدانة الآخرين، وفيها الكبرياء إنه فوق مستوى سائر الناس، كأنه هو كائن منفرد بفضائله متميز عن الباقين. العجيب انه في صلاته وقف يحصي فضائله امام الله، وايضا يدين الناس امام الله. أشكرك يا رب إني لست مثل سائر الناس الظالمين الخاطفين الجناه. وهنا وهو يصلي وقع نظره على العشار فقال ولا مثل هذا العشار، يعني أدان الغائبين والحاضرين وهو واقف قصاد ربنا. في المظهر هو يصلي ويشكر، وفي العمل هو يدين غيره ويشتم وينتفخ. في المظهر هو واقف أمام الله وداخل الهيكل، ومع ذلك هو يخطئ إلى الله في الهيكل في مكان مقدس. دول هيك زي ما نبص نلاقي الكنيسة مليانة من الناس، ولكن هل كل الناس هم في حياة روحية وصلة قوية مع الله؟ ما هو روح كل واحد منهم أمام ربنا؟ نظر إلى العشار وأدانه قبل أن يدينه الله، أو أدانه بدلا من الله، بينما في الواقع الله لم يدن العشار لكن هو اللي بيدين. يعني عجيبة خالص ان واحد بيدين انسان خرج من الهيكل مبررا دونه. دي تفكرنا بان قول الاباء الذي ينسى خطاياه يقع في خطايا أخيه، الذي ينسى خطاياه يقع في خطايا أخيه. لو كان الفريسي افتكر خطاياه كان بكى عليها أمام الله، لكن هو ما كانش فاكر خطاياه، فافتكر خطايا باقي الناس الظالمين الخاطفين الزناه وخطايا ذلك العشار. بل انه اخذ سلطانا على الادانه، هو سلطان الله. لم يجد في حياته خطيه واحده يطلب عنها المغفره او يطلب عنها الرحمه، على راي السيد المسيح حينما قال لا يحتاج الاصحاء الى طبيب
بل المرء، فهو أمام ربنا كان واقف من الأصحاء الذين لا يحتاجون إلى طبيب، كأنه بيقول له أنا يا رب راجل كويس، أنا يا رب راجل كويس، أنا بصوم بصلي بأعشر أموالي ولا أخطأ. فين الانسحاب؟ مفيش. نلاحظ في صلاة العشار انه لم يطلب من الله اي طلب، فيش ابدا. يقول له اشكرك يا رب اني لست مثل سائر الناس الظالمين الخاطفين الزنا، ولا مثل هذا العشار، انا بصوم يومين في الاسبوع وبعشر جميع اموالي. طب طلب ايه؟ مفيش حاجه ابدا، مفيش حاجه ابدا. شوفوا، هناك اثنان من الناس لا يطلبان، احدهما مطبع القلب لا يطلب لانه شاعر انه لا يستحق شيئا، شاعر انه ايه؟ لا يستحق شيئا، حتى ما هو فيه لا يستحق، يكفي انه حل. ويشعر ايضا انه لا يطلب لانه لم يشكر على ما قد اعطاه الله من قبل، لم يستوفي ما اخذه من الله شكرا، فبيقول انا ما استحقش. وفي اخر، هناك اخر لا يطلب لانه غير محتاج، كل حاجة كويسة، أنا يعني هطلب إيه؟ مش محتاج. أيضا الفريسي كما قلت لكم وقف أمام الله يعد فضائله، يحصي فضائله من صوم وصلاة وعشور إلى آخره. ده بيفكرني بالناس الذين يتحدثون عن حياة الفرح والعزاء ويشرحون اختباراتهم الروحية، ويقول أنا كنت وبقيت وحاليا أشكر الله إن أنا ما بعملش أي خطية. إزاي يا أخي؟ إزاي؟ يعني ما بيطلبش، يقول ايه؟ هل اطلب من الله واقول له خلصني من خطاياي؟ هو خلصني وانتهى الموضوع. هل اقول له ارحمني؟ ما هو رحمني وخلاص. زي الاخ البلنوسي اللي لما كنا بنتكلم على الادبيه قال الادبيه دي فيها كلام ضد الايمان، ازاي يصلي ويقول له كيريا ليسون يا رب ارحم 41 مرة؟ يطلبوا الرحمة ازاي؟ هو لسه ربنا ما رحمهمش، ما رحمهم من زمان، يبقى ازاي بيطلبوا الرحمة؟ فبيعتبر ان طلب الرحمة ضد الايمان. يقول لك الله بررني ومجدني وطهرني وجددني، فما عدت احتاج الى خلاص من جديد، وما عدت اخطئ. ليه؟ لان المولود من الله لا يخطئ والشرير لا يمسك. طب وانت يا اخي لما عدت تخطئ والشرير لا يمسك؟ اهو بيطبق على نفس الكلام، بس يقول لك انا عايش في النعمه وقد تجددت. صحيح انك انت عايش في النعمة، ولكن ايضا ضعفك موجود وجايش تقع بسبب ضعف. الفريسي لم ينسحق قلبه لانه لم يتذكر خطاياه ولم يطلب مغفرة، ولذلك في غروره وفي كبريائه
لم يشفق على غيره بل أدان آخرين. بينما الكتاب بيقول في عبرانيين 13 آية 3: اذكروا المقيدين كأنكم مقيدون مثلهم واذكروا المذلين كأنكم أنتم أيضا في الجسد. ده على رأي القديس يوحنا القصير، كان حينما يرى شخصا خاطئا كان يبكي ويقول للشيطان: وقع الاخ ده النهارده، جايز يوقعني انا بكره، وجايز هذا الانسان اللي وقع يتوب، وجايز انا اقع وما توبش. فكان يبكي على غيره. لو كان يعني كل واحد مولود من الله لا يخطئ، أمال ليه السيد المسيح علمنا في الصلاة الربانية أن نقول لله: اغفر لنا خطايانا كما نغفر نحن أيضا؟ ده المفروض أن المولود من الله لا يخطئ، لكن اللي بيحصل أن احنا بنخطئ. عشان كده في صلواتنا بنقول لربنا: لست مستحقا أن أدعى لك ابني. نحن حينما نطلب المغفرة لا نطلبها بطريقة شكلية، يعني مجرد ان ربنا قال لنا قولوا اغفر لنا ونقول اغفر لنا، لا، احنا بنقول لان احنا مقتنعين ان احنا اخطأنا وبنطلب من ربنا ان يغفر لنا. نقطة تانية في حياة الفريسي، انه شعر انه بار لانه قارن نفسه بمستويات ضعيفة او مستويات ساقطة، قارن نفسه بالظالمين الخاطفين الجناة. عشان كده قال: اشكرك يا رب اني لست مثل سائر الناس الظالمين الخاطفين الجناة. طب وليه يقارن نفسه بالمستويات دي؟ ما قارنش نفسه ليه بالابرار؟ حاجة عجيبة. ده زي تلميذ سقط في درسين بيقول له: اشكرك يا رب اني لست مثل الطلبة اللي سقطوا في اربع علوم، او ان هو نجح بمادتين تخلف، فقول له: اشكرك يا رب اني لست مثل الذين رسبوا اعادوا العام. فبيقارن نفسه بمستوى اوقع. على رأي المثل: الاعور وسط العميان سلطان. فده بيقول له سأفعل السلطان ولا الاعور، ده بيقول له: اشكرك يا رب ان لست مثل سائر الناس الظالمين الخاطفين الزنا. طب ليه بتتكلم على الزنا وانك انت افضل من الزنا؟ ما جبتش ليه مثل يوسف الصديق في بره وفي ارتفاعه عن مستوى الخطيه؟ بيقول له: اشكرك لان انا اصوم يومين في الاسبوع. طب ليه ما قارنش نفسه بدانيال النبي اللي قضى طول مدته لا ياكل الا القطان العدس، يعني النبات، ولما صام قال: صمت 3 اسابيع ايام لم اكل شيئا شهيا، ولا دخل في فمي لحم ولا خمر، ما فيش شيء مشتهي. ليه ما يقارنش نفسه بالمستويات العالية
في الصلاة، في الصوم، في الناس اللي كانوا لا يوجد في فكرهم إلا الله، كما قال الرب في سفر التثنية إصحاح 6: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك. المفروض فينا أن احنا لا نفعل مثل هذا الفريسي الذي يقارن نفسه بالظالمين الخاطفين الجناح، إنما يجب أن تكون لنا مثل عليا قوية مرتفعة، مثل قول الكتاب: كونوا قديسين لأني أنا قدوس، قال الرب، أو القداسة التي بدونها لا يعاين أحد عن الله، أو كونوا كاملين كما إن أباكم الذي في السماوات هو كامل، أو كما قال يوحنا الحبيب: كما سلك ذاك ينبغي أن نسلك نحن أيضا. في الحقيقة أن ربنا سمح بارتفاع القديسين في درجات عالية جدا، حتى أن احنا في كل فضيلة نجد مثلا عاليا قد لا نستطيع الوصول إليه فنقتضى. زي إنسان يقول له: أشكرك يا رب أني لست مثل هذا الرجل البخيل أو الراجل الزاني، وجايز هو فعلا لو وقع في البخل ولا الزنا، لكن جايز وقع في الإدانة وفي الشتيمة. على رأي القديس باسيليوس الكبير لما قال: ماذا أفعل لو عملت كل الفضائل وقلت لأخي يا أحمق، وبهذا تقع علي الآية اللي بتقول: من قال لأخيه يا أحمق يكون مستحق نار جهنم. ربنا اللي قال: لا زناه يدخلون ملكوت السموات، لا شتامون يدخلون ملكوت السموات. ده الفريسي ده كان في صلاته حتى بيعاير ربنا، لانه لما بيقول له: اعشر جميع اموالي، يعني انا بديك العشور. طب يعني انت بتدي له العشور من عندك؟ هو اللي اعطاك الفلوس كلها، وهو اللي اعطاك العشور اللي بتديها له، وهو اللي اعطاك الرغبة في ان تعطي. هو ايضا من ضمن الأخطاء التي وقع فيها تحقير لباقي الناس، مفيش في قلبه محبة بل عنده احتقار لغيره، بينما كلنا تحت الآلام. على رأي معلمنا يعقوب الرسول لما بيقول: إيليا كان إنسانا تحت الآلام مثلنا. فاللي يشعر أنه هو تحت الآلام لا يدين غيره. كل ده قلناه عن الفريسي. من جهة العشار كانت له فضائل كبيرة. أول حاجة يقولها عنها الكتاب أنه وقف من بعيد، يعني ما دخلش جوه الهيكل، وقف من بعيد، شاعر أنه لا يستطيع أن يقترب، مع أنه وقف من بعيد إلا أنه كان أقرب الموجودين إلى الله، بل كان في عمق قلب الله وهو واقف من بعيد. وهو واقف من بعيد أخذ المتكئ الأخير
وربنا قال له يا صاحب لا تقف ها هنا، فأخذوا وقربه إليه فخرج مبررا دون ذلك الخبيث. وقف في خورس التائبين أو خورس الباكين، طبعا زمان ما كانتش خوارس في العهد أيام الهيكل، لكن هو أخذ لنفسه هذا الوقت، وقف من بعيد قال أنا مستطيعش أخش جوه. تاني حاجة بيقول لم يجرؤ أن يرفع عينيه إلى السماء إلى فوق، وقف بعينين منكستين إلى أسفل مش قادر يرفع عينيه، خجلان من نفسه مكسوف. لم يجرؤ أن يرفع نظره إلى فوق، طبعا واقف من بعيد ولا يجرؤ، ده تعبير عن قلبه اللي من جوه. وقرع صدره وقال ارحمني يا رب فإني خاطئ، وقرع الصدر يدل على الندم. كل دي كانت مجرد تعبيرات عن حالته من جوه. ولما قال ارحمني يا رب فإني خاطئ اعترف بخطيته وذكرها أمام الله. البعض يقول وليه أنا أقول أني خاطئ، وليه أقرع صدري، وليه وليه وليه؟ خطيتي دي ما غفرها ربنا وراحت من زمان، ما محاها وأصبحت أنا أبيض أكثر من الثلج. ربنا منحني التبرير والتقديس والتجديد، فليه أقول خطية؟ ليه؟ هذا يذكرنا أيها الأخوة الأحباء بقول القديس أنطونيوس الكبير، قال إن نسينا خطايانا يذكرها لنا الله، وإن ذكرنا خطايانا ينساها لنا الله. ده داود النبي الخطية أمامي في كل حين، وقال هذا بعد أن قال له ناثان النبي الرب نقل عنك خطيئتك لا تموت. وبولس الرسول بعد أن صار عمودا من أعمدة الكنيسة والرب عينه رسولا للأمم وأصبح بيصنع آيات وقوات وعجائب، قال أخيرا كأنه للسقط ظهر لي أنا الذي لست مستحقا أن أدعى رسولا لأني اضطهدت كنيسة الله. وقال كنت من قبل مفتريا، يا فيش حد قال على نفسه المفتري للبوس يا حبيبي، ده زمان كنت خاطي زمان، وكنت بتضطهد الكنيسة زمان، وكنت مفتريا زمان، دلوقتي بقيت الرسول العظيم الذي تعبت اكثر من جميعهم. ابدا ما زال يذكر خطاياه مع انها قد غفرت. هكذا العشار كان بيذكر خطاياه، لا احنا بنقول اما انا فبكثرة رحمتك ادخل الى بيتك واسجد قدام هيكل قدسك بمثابة. لا
لم يقصر أن يرفع نظره إلى فوق ويتطلع إلى السماء، قال إزاي أرفع نظري إلى السماء المقدسة وأنا إنسان نجس وخاطئ؟ على رأي أشعياء النبي الذي قال: ويل لي قد هلكت لأني إنسان نجس الشفتين. هذا العشار وقف من بعيد وفي قلبه: ازاي احشر نفسي وسط القديسين ووسط شعب الله وانا رجل خاطئ والكتاب بيقول انزعوا الخبيث من وسطكم؟ واحنا بنخش الكنيسة بكل جرأة بلا انسحاب، ناسيين خطايانا، ونقعد في الكنيسة نتكلم او نعلق على هذا وذاك وكأننا مش شمال. العشار اعترف انه خاطئ ولم يبرر ذاته بل طلب الرحمة، لم يذكر اي عذر ولا اي حجة، وكأنه يقول لله: يا رب انا مدان بلا عذر، ليس لي الا رحمتك، ليس لي الا رحمتك. ادي الانسحاب اللي بيه خرج مبررا، لان فينا من يقف يصلي وكأنه يمنح لله شيئا، وساعات ما يصليش تقول له: ليه فلان ما بتصليش؟ يقول لك: اسف ما عنديش وقت. يا سلام للدرجة دي، يعني ربنا محتاج لوقتك ولا محتاج لصلاتك؟ ولا انت بتتبرع بشيء لله لما تصلي كأن الله هو اللي محتاج لصلواتك؟ الله لا يريد الوقت بل يريد القلب. فكركم العشار لما صلى يعني ادى وقت ايه؟ ايه الوقت اللي العشار صلى؟ ايه هو؟ ارحمني يا رب في النقاط اللي تاخد ايه؟ ثانيتين ثلاثة دقيقة؟ لا طبعا. المهم ان العشار اعطى لله قلبا مش وقتا. الله لا يريد مننا وقت ولا يريد مننا الفاظ، لانه لام الناس الذين يكرمونهم بشفتيه. الله يريد القلب. صدقوني ان العشار حتى لو لم يتكلم، حتى لو ما قالش ارحمني يا رب فاني خاطئ، مجرد دخوله الهيكل بهذا الانسحاب كان نوعا من الصلاه، وقوفه من بعيد كان صلاة، عدم جرأته في أن يرفع نظره إلى فوق كانت دي صلاة أيضا، قرع لصدره كان صلاة، لو ما كانش اتكلم كان مجرد وقوفه كده صلاة. ربنا مش بتاع كلام، مجرد كلام الصلاة هو تعبير عن شعور القلب. ما تفتكروش صلاة الشكر ان احنا نقف ونقول فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله اضرب لانه سترنا وعان وحفظنا، مش هي دي، مش هو ده الشكر. الشكر هو شعور القلب من جوه، انا يا رب ما انساش جميلك عليا، ما انساش محبتك ليا حتى لو ما قلتش كل هذا الشكر. ربنا مش مجرد الفاظ عايز. لهذا كله خرج العشار مبررا دون ذلك.
العشار اللي ذكر خطيته خرج مبررا، والفريس اللي قاعد يذكر بره لم يخرج مبررا. الفريس ذكر بره الشخصي، أعماله الخارجية مش القلب من جوه، العمل الخارجي زي واحد بيضرب 20 مطنة كعمل خارجي لكن قلبه مش منسحق من جوه. ربنا عايز العمل الجواني، قد تسجد ويكون عمل خارجي وترفع يديك يكون عمل خارجي، المهم هو عمل الروح فيك، عمل الروح اللي بيخليك تسجد وعمل الروح اللي بيخليك ترفع يديك. لا تكن صلاتك مجرد الفاظ ولا صومك مجرد تغيير طعام او امتناع. الفريسي كان من النوع الخارجي اللي قال عليه الرب ينظفون خارج الكأس وفي الداخل آخر نجاسة. فلنأخذ من قصة الفريسي والعشار درسا لإلهنا المجد الدائم.